الجهاز التنفسي في الإنسان Human Respiratory System. إذا ما كنت تلعب كرة القدم أو تهتف مشجعا في المدرج أو تلعب في أحد الفرق فإنك في حاجة إلى الطاقة، فالطعام الذي تتناوله هو مصدر الطاقة، ولكي يطلق جسمك الطاقة من الطعام الذي تتناوله فأنت بحاجة إلى الأكسجين، فخلاياك تستخدم الأكسجين لكي تحرق جزيئات الطعام المهضوم التي يمتصها جهازك الهضمي، ويقوم الجهاز الدوري بتوزيعها على خلايا الجسم. الهواء المحيط بك يتكون من خمسه تقريبا من الأكسجين. إنك تحصل على الأكسجين الذي تحتاج إليه عن طريق تنفس الهواء، والأعضاء التي تساعدك على التنفس تكون الجهاز التنفسي. هنا الشعبتان، الرئة اليسرى، الحجاب الحاجز، الرئة اليمنى، القصبة الهوائية، هنا الشعبتان، الرئة اليسرى، الحجاب الحاجز، الرئة اليمنى، القصبة الهوائية، الحنجرة، البلعوم، الأنف. مكونات الجهاز التنفسي: الأنف يوجد بالوجه وله فتحتان لدخول الهواء وخروجه، ويحتوي على شعر قليل لتنقية الهواء من الأتربة، ويفرز سائل مخاطي يرطب الهواء وبه الكثير من الشعيرات الدموية لتدفئة هواء الشهيق، لذلك يفضل التنفس من الأنف بدلا من الفم. البلعوم يمر فيه الهواء من الأنف إلى الحنجرة، ويعتبر تجويفا مشتركا بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. الحنجرة تمنع دخول الطعام إلى القصبة الهوائية في الجهاز التنفسي، إذ يوجد في أعلاها لسان المزمار الذي يقفل الحنجرة عند بلع الطعام، والحنجرة هي العضو المسؤول عن إصدار الصوت. القصبة الهوائية وشعبتان الهوائيتان تسمح بمرور هواء الشهيق إلى داخل الرئتين ومرور هواء الزفير إلى خارج الرئتين. تتكون القصبة الهوائية من حلقات غضروفية غير كاملة الاستدارة تجعلها مفتوحة دائما. تتفرع القصبة الهوائية إلى شعبتين، لتدخل كل شعبة منهما إلى إحدى الرئتين. يفرز الغشاء المبطن القصبة الهوائية المخاط، والغشاء أهداب تتحرك لأعلى لطرد الأتربة والأجسام الغريبة. الرئتان توجدان داخل تجويف الصدر، وهما إسفنجيتان وبهما الحويصلات الهوائية المحاطة بالشعيرات الدموية. تحاط الرئتان بالضلوع من الأمام. توجد الرئتان في التجويف الصدري الذي ينتهي من أسفل بغشاء عضلي مرن يسمى الحجاب الحاجز، الذي يفصل تجويف الصدر عن تجويف البطن. تقسم الرئتان في جسم الإنسان إلى رئة يمنى ورئة يسرى، ولأن الرئة نفسها لا تملك أي عضلات فإنها تقوم باستنشاق الهواء اعتمادا على الحجاب الحاجز وعضلات الأضلع. وتحتوي كل رئة على شعبة هوائية تتفرع إلى قصيبات هوائية، والتي تنتهي بتفرعات تسمى الحويصلات الهوائية، وهي المسؤولة عن عملية التنفس، فهي تحتوي على الشعيرات الدموية التي يتم خلالها تبادل الغازات. التنفس هو العملية التي يتم بها فيها استنشاق الهواء المحمل بالأكسجين إلى داخل الرئتين عبر الأنف أو الفم، وطرد الهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون إلى خارج الجسم. آلية التنفس: عملية الشهيق يعتمد حدوث عملية الشهيق على انقباض أو تقلص العضلات بمنطقة الصدر، وتتم هذه العملية على النحو التالي: تنقبض عضلة الحجاب الحاجز فتتحرك إلى أسفل، وفي نفس الوقت تنقبض عضلات الصدر الموجودة بين الضلوع فتتحرك الضلوع مرتفعة قليلة للأمام للخارج. تؤدي هذه الحركات إلى اتساع تجويف الصدر متيحا تمددا واتساع الرئتين. يندفع الهواء وبه الأكسجين إلى داخل الجسم عبر الأنف فالبلعوم ثم القصبة الهوائية ومنها إلى الرئتين. دخول الهواء، انقباض الحجاب الحاجز. عملية الزفير هي عملية الزفير هي عكس عملية الشهيق، حيث تنبسط أو ترتخي العضلات بمنطقة الصدر. يتحرك الحجاب الحاجز إلى أعلى، وفي نفس الوقت تتحرك الضلوع هابطة إلى أسفل وللداخل، أي أنهما يعودان إلى وضعهما الأصلي قبل حدوث الشهيق. تؤدي هذه الحركات إلى ضيق تجويف الصدر فتنضغط أو تنكمش الرئتان. يندفع الهواء الوفير ثاني أكسيد الكربون وفيه ثاني أكسيد الكربون من داخل الرئتين القصبة الهوائية فالبلعوم ثم الأنف ومنه إلى الخارج. خروج الهواء، انبساط الحجاب الحاجز الزفير.
تبادل الغازات، يتم تبادل الغازات عن طريق الانتشار، وذلك عند ما ينتقل الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى مجرى الدم في الشعيرات الدموية ومنها إلى باقي أجزاء الجسم، وينتقل ثاني أكسيد الكربون من الدم الموجود بالشعيرات الدموية إلى الحويصلات الهوائية. لاحظ أن الشعيرات الدموية التي تغطي الحويصلات الهوائية والذي يحدث تبادل الغازات بينهما عن طريق جدار رقيق لكل منهما. مكونات هواء الزفير غاز ثاني أكسيد الكربون، ويمكن التأكد من تواجده عن طريق ماء الجير الرائق والذي يتعكر عند النفخ فيه، مما يدل على وجود غاز ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير. بخار الماء يمكن التأكد من وجوده عن طريق النفخ على سطح زجاجي، النفخ على سطح زجاجي أملاس مثل سطح مرآة أو طبق زجاجي، تتكون قطرات مائية صغيرة على الزجاج، مما يدل على وجود بخار الماء في هواء الزفير. المحافظة على سلامة وصحة الجهاز التنفسي، يوجد الكثير من الطرق التي يجب اتباعها للمحافظة على صحة وسلامة الجهاز التنفسي، منها مراعاة التنفس من الأنف وليس من الفم بصفة دائمة. يقوم الأنف بتنقية الهواء مما يعلق به من أتربة وأجسام غريبة، وعند التنفس من الفم يصل الهواء إلى الرئتين دون تنقيته. ممارسة الرياضة فهي تقوي وتنشط الجهاز التنفسي حيث تزيد من كفاءة الرئتين. تنفس الهواء النقي، وذلك بالذهاب للمناطق الخضراء كل فترة لتنفس الهواء النقي بعيدا عن مصادر التلوث مثل عوادم السيارات وبخارات مدخن المصانع. تجنب التواجد مع المصابين بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا خاصة أثناء السعال والعطس. عدم التعرض للتغيير المفاجئ في درجات الحرارة حيث يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد خصوصا في الشتاء. اتباع نظام غذائي صحي بالإكثار من تناول الفاكهة والمأكولات الغنية فيتامين سي مثل الجوافة والبرتقال، حيث أن النظام الغذائي الصحي يساعد في الحفاظ على صحة الرئتين وحمايتهما من الإصابة بالأمراض، وبالتالي يحافظ على صحة الجهاز التنفسي. الاهتمام بالنظافة الشخصية، فالفيروسات والبكتيريا التي تسبب إصابة الجهاز التنفسي بالأمراض قد يصاب بها الإنسان نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية. اتباع الإجراءات الوقائية من العدوى بأمراض الجهاز التنفسي مثل غسيل اليدين بشكل مستمر، وتجنب التواجد بالأماكن المزدحمة، وتجنب التواجد بالأماكن الملوثة بالهواء، وتجنب مخالطة المدخنين، وأخذ قسط وافر من الراحة، وعدم استعمال أدوات الآخرين خاصة المرضى، والحرص على اتباع العادات الغذائية السليمة.